شارك آلاف المحتجين المناهضين لليمين المتطرف في مسيرات بأنحاء فرنسا في وقت يسعى فيه معارضو مرشحة الرئاسة مارين لوبان لتشكيل جبهة موحدة، وذلك لمنعها من الفوز على الرئيس إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات يوم 24 من إبريل. وتجمع الآلاف في وسط باريس مرددين هتافات ومنوئة لليمين المتطرف وحذروا من اضطراب ديمقراطي إذا فازت لوبان، كما حذرت الشرطة من وقوع حوادث مع تجمع المتظاهرين في نحو 30 مدينة.